علامات الذكاء؟ نعم، يتوفر عند الإنسان شيء من النقود وحال عليها الحول، أنه يجب عليه أن يزكيها سواء كانت من الراتب أو من غيره تبلغ النصاب. نعم، إذا توفر عنده نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول، فإنه يجب فيها الزكاة ربع العشر، سواء كانت من الراتب أو من ميراث أو من هبة أو غير ذلك، وسواء كانت دخرها لزواج أو لشراء بيت أو لغير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.